وتبتدي بعد كده كل الاورجانيلز اللي في السيتوبلازم اللي هم سميناها الميتوكوندريا والجولجي اباريتس وكل الاندوبلازميك ريتيكولوم كل الاورجانيلز الموجوده في السيتوبلازم تختفي ويجي لهم لايزوزوم يهضم كل الاورجانيلز وتتحول الخليه بتاعتي عباره عن سيل ممبرين سميك سيل ممبرين سميك اللي جوه الخليه بالظبط كده خطوط الخطوط اللي جوه الخليه دي يا جماعه عباره عن فيلمنت نوع من انواع الكيراتين في النضج بتاعه احنا اتفقنا ان انياف الكيراتين في بدايتها اسمها تونو فيلمنت ليتر اون لما تبتدي تستوي شويه يسموها إليدين يبقى الخطوط اللي انا رسمها الفتل اللي جوه دي اسمها إليدين فيلمنت هي ايه الإليدين ده اماتيور كيراتين كل واحده من الإليدين دي
ممسوكه بكيراتو هايلاين جرانيولز. فاكرين لما جينا خدنا الحصه اللي فاتت خدنا ان في نوع من الجرانيول اسمها كيراتو هايلاين. قلت لك الكيراتو هايلاين دي انا كنت سميتها بالعربي اللبانه. هي اللبانه بتعمل ايه؟ بتمسك فتل مع بعضيها. اسمها ايه الفتل دي؟ اليدين فيلامنت. اسمها ايه؟ اليدين. هو ايه الاليدين ده؟ الماتيور كيراتين او البري كيراتين، ما قبل الكيراتين. خلاص؟ طيب يبقى انا كده عندي الخليه اتحولت لايه؟ سيل ممبرين سميك، والخليه ماسكه مع الثانيه بالجنكشن دي اسمها ديزموزوم. الخليه ممسوكه من جواها مليانه فتل اسمها اليدين. ما بين الاليدين والاليدين الكور السوداء دي اللي هي عباره عن زي اللبانه، اللبانه اللي بتمسك الاليدين فيلمنت مع بعضيها اسمها كيراتو هايلاين جرانيول، بتمسكهم مع بعض تخليهم يبقوا كونكتد مع بعضين. لو انت فاكر كده الكيراتو هايلاين جرانيول كنا خدناها الحصه اللي فاتت، قلت لك ان الكيراتو هايلاين جرانيول عامله بالظبط بالعربي كده زي اللبانه. بيتقال عليها اليدين فيلمنت ان ماتريكس اوف ذا كيراتو هايلاين جرانيول، محطوطه في ماتريكس من الكيراتو هايلاين جرانيول، كاني حطيت صوابع من الاليدين اللي يربط ما بينهم وبين بعضيهم، اللي ما بينهم الفراغ اللي ما بينهم ده مليان بحاجه اسمها كيراتو هايلاين جرانيول. هي دي مش كانت موجوده اصلا في الجرانيولار سيلز جوه؟ الجرانيولار سيل كل موجوده جوه الجرانيولار سيل، تبتدي الاورجانيلز تموت والكيراتو هايلاين جرانيول تبقى وتبتدي تكون. اه يعني دي موديفايد. موديفايد اه، ما هي دي احنا ماشيين كده موديفايد، موديفيكيشن بيحصل للخلايا. طيب اسمي اللير دي يا جماعه اللي هي بعد ما الخليه فقدت كل الاورجانيلز وتحولت الى شنطه مليانه بحاجه اسمها ايه؟ اليدين. اسمي اللير دي كلير لير. اطلع بعديها الطبقه اللي بعديها في الاخر اسمها ستراتم كورنيا او هورني لير. كلمه كورني او هورني يعني طبقه خشنه او سميك يعني رف رف لير. الهورني لير دي عباره عن ايه يا جماعه؟ نفس المنظر ده، فلات سيل وليها فلات نيوكليار، نو اورجانيلز، نو نيوكليار، وكل واحدة مربوطة مع التانية بديزموزومز. يعني ايه ده؟ واحد يقول لي ما انت بتوصفي دي، بوصفها مرة تانية، بس المرة دي بدل ما الخلية كان جواها اللي فوق جوه ده اسمه اليدين، اللي جوه ده اسمه اليدين، لا هيبقى الفتل اللي جوه اسمها كيراتين ماتيور كيراتين. يبقى الفتل اللي جوه دي بقى اسمها ماتيور ايه؟ كيراتين. يبقى تحولت كل الخلية لايه؟ لماتيور كيراتين مليان جواها، الفتل اللي جوه ده بقى ماتيور كيراتين، يبقى اللي جوه ده كيراتين. خلاص؟ يبقى لو انا جيت قلت لك كده هو عباره عن ايه الكيراتين اللي على سطح جلدنا؟ خلايا ميته. عباره عن شنط بالظبط بعد ما الخليه ماتت وفقدت كل حاجه جوه حولتها لشنطه. الشنطه دي السيل ممبرين بتاعها تخين مليانه جوه كيراتين فيلمنت بكميه كبيره. بس كده يبقى الكيراتين اللي على جلدنا هو كده. خلايا ميته محوشه جواها كم كبير من الكيراتين فيلامنت، اوكي؟ السيل ممبرين بتاع كل خليه بيبقى تخين قوي ويتمسك كل خليه مع الثانيه بديزموزومز عشان ما يفكوش مع بعض، لما احطهم كده يبقى دول شنطتين مليانين كيراتين، واحط واحده معاهم كده يبقى كده انا حطيت شنط من الكيراتين ورا بعضيها. الشنط دي لما اجي اشوفها على بعضيها كده هي تبقى طبقه الكيراتين اللي على الجلد بتاعي. اوكي اتفقنا؟ يبقى دول الطبقتين اللي موجودين في الاخر خالص لما اجي اذاكرهم كاني بذاكر حاجه واحده. فلات سيلز ليها فلات نيوكلياي، فقدت النيوكلياي وفقدت الاورجانيلز وفقدت كل حاجه، السيل ممبرين بتاعها بقى سميك ومربوطه بشويه ديزموزوم. مره احط جوه الخليه اليدين ومره احط جوه الخليه كيراتين. اللي بيربط الاليدين ببعضه في حاجه حبوب صغننه ماسكاهم في بعض اسمهم ايه؟ كيراتو هايلاين جرانيولز او هي هي ماتريكس. اوكي؟ فانا كده احنا خلصنا من اللي هي الكيراتينوسايتس. تعالوا ناخد النون كيراتينوسايتس. يعني ايه كلمه نون كيراتينوسايتس يا جماعه؟ كلمه نون كيراتينوسايتس الخلايا بتاعت الجلد من تحت لحد فوق في الاخر عملت لي طبقه الكيراتين اسميهم كيراتينوسايتس، يمثلوا 85% من خلايا الجلد. عندي 15% من خلايا الجلد خلايا غير الكيراتينوسايتس. اول واحده فيهم هي دي اسمها لانجرهان. لانجرهان سيل دي فين؟ الاقيها هنا ما بين الخلايا بتاعت السباين لير. يبقى لو حبيت ارسم اللانجرهان سيل ارسمها هنا ما بين الخلايا بتاعت السباين لير كده. اسمي الخليه البرانش دي اسمها لانجرهان سيل. اوكي؟ اللانجرهان سيل دي يا جماعه ليها قصه. القصه بتاعتها ان هي لما اتولدت اول مره دي في البون مارو. ومايجريتد من البون مارو، هاجرت من البون مارو.
مشيت جوه البلاد فيسلز لحد ما وصلت للكونكتيف تيشو بتاع الايبي بتاع السكين. ده البلاد فيسل وجوه اللانجرهان سيل. لانجرهان سيل تسيب البلاد فيسل وتمشي في الكونكتيف تيشو وبعدين تمشي جوه الايبيديرمس اوف ذا سكين انفاجينيتد بامبرين الخلايا لحد ما توصل للسباينال لير وتسكن فيها. واسمي الخليه دي لانجرهان سيل، واسميها ايه؟ لانجرهان. يبقى هي اتولدت فين؟ في البون مارو وفضلت ماشيه جوه البلاد فيسلز ومايجريتد لحد ما وصلت للكونكتيف تيشو، سابت البلاد فيسل ومشيت في الديرمس اوف ذا سكين وبعدين مشيت في الايبيديرمس اوف ذا سكين. النهارده مفيش يا حبيب قلبي، بكره 7 الا ربع تبقى بكره الساعه 10 ونص. 7 الا ربع 10 ونص. لو انا جيت قلت لحضرتك كده يبقى دي اللانجرهان سيلز، اوكي يا جماعه؟ اللانجرهان طالما جت من البون مارو يبقى اسمها نوزوديرما، اسمها ايه؟ ديرما ان اوريجن، طالما جت من البون مارو. خلي بالنا كده كل خلايا الإبيدرمس أوف ذا سكين كلها إكتوديرم. عشان امتحان ام اس كيو. ما عدا اللانجرهان، اللانجرهان جاية منين؟ ميزو. من الميزو. ما عدا اللانجرهان جاية منين يا جماعة؟ من الميزو ديرما ان اوريجن، اوكي اتفقنا؟ طيب لو جيت أقول لك كده أنا عرفت قصة حياتها، تعالوا نوصف اللانجرهان سيل شكلها عاملة إزاي؟ لارج برانشيد سيل، ستار شيب سيل، ستيلت شيب سيل. ليها بين سيتوبلازم. وليها دارك نيوكليار، دارك نيوكليس. لما يجوا يبصوا عليها ما بين خلايا الجلد لقوها ان هي بتبان فاتحه قوي وبتبان ليها دارك نيوكليس في النص، فعرفوها في وسط خلايا الجلد. يعني لما ببقى صبغه بالاتش ان دي اي يبصوا يلاقوا حاجه باحته في وسط الخلايا وليها دارك نيوكليس، هي دي اللانجرهان سيل. يبقى